مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 8 اليونت الخامس الدرس الثامن. عنوان الدرس Making Telephone Calls عمل مكالمات هاتفية. بالفقرة الأولى يقول لي Talk about some of the things to do، تحدث عن بعض الأشياء اللي فعلها and not to do، ولا تفعلها، أشياء المفروض نفعلها، أشياء المفروض ما نسويها. When you are making an important telephone call، الأشياء التي يجب فعلها أو عدم فعلها أثناء عمل مكالمة هاتفية. بالبداية الأستاذ يفتح المجال للطلاب، يقولهم شنو المفروض نسوي أثناء المكالمة الهاتفية، شنو المفروض الشغلات اللي ما نسويها، بأي لغة نتحدث، شلون نتحدث ويا الشخص اللي إحنا نتصل عليه، إلى آخره. هذا مجرد نشاط صوتي كبداية أو كمقدمة للدرس. وراها يقول لي read the pieces of advice، اقرأ النصائح. How many did you talk about؟ كم عدد الأشياء اللي ذكرتها أنت وزميلك؟ يعني مثلاً إحنا من أثناء الاتصال يجب إنه نفتح الاتصال أو نبدأ الاتصال بسلام أو بصباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت. فهذن الأشياء المفروض نسويها. على سبيل المثال يجب أن نتحدث بلغة رسمية مع الأشخاص اللي ما نعرفهم، إلى آخره. هذا الطلاب يتناقشون بيناتهم. أما بعدين يقول لك أنا منطيك النصائح اللي المفروض تسويها، الأشياء المفروض تسويها أثناء المكالمة الهاتفية، وأشياء المفروض ما تسويها، شنو الشغلات المفروض تسويها وما تسويها. فبالبداية يقول لك speak up، تحدث بصوت عالي. Introduce yourself، قدم نفسك. Always say who you are، دائما قل أثناء الاتصال من أنت. يعني أنا اتصلت بشخص غريب، أول بداية الاتصال لازم أقول أنا اسمي طه حسين، أنا أتصل على كذا وكذا. لازم بالبداية نذكر أو نقدم أنفسنا، لازم نقول who you are، من أنت، من المتصل. هاي أنا مش كاتب لي عليها، لاحظتوا كاتب لي do، هذا شيء لازم تفعله، شيء لازم ما تفعله، don't يعني لا تفعل هذا الشيء. مثل شنو؟ wait for the other person to ask who you are، لا تسوي أو لا تنتظر الشخص الآخر أن يقول لك من أنت. يعني أنت أول ما شخص آخر، رقم غريب أو شخص أنت متصل عليه ما تعرفه، لازم بالبداية أنت تقول له من المتصل، تقول له أنا فلان ومتصل على كذا. فما يصير أنت تنتظر لحد ما يقول لك من أنت أو شنو رايك، يلا أنا بتجاوبه. بالبداية لازم أنت تجاوب. It is not polite. ليش هنا الأستاذ أنت سألتني تقول لي ليش المفروض أنا أقدم نفسي؟ يقول لك It is not polite، هذا الأمر غير محترم، لازم بالبداية أنت تقدم نفسك. Do مرة أخرى، إن شاء الله لازم تسويها. شنو؟ Say why you are calling، نفس ما وضحنا. لماذا أنت متصل؟ أنت على شنو متصل؟ لازم بالبداية أول ما يفتح الخط قل أنا فلان وأنا متصل عن الأمر الفلاني. فهذا إن شاء الله لازم تسويها. الشغلة الثانية Don't start before the other person knows what your call is about، لا تبدأ قبل أن الشخص الآخر يعرف ماذا تريد، ماذا هو الاتصال، عن شنو يتحدث الاتصال. لا تبدي بكلامك لحد ما الشخص الآخر يعرف أنت على شنو متصل، على أساس هي تسلسل الحديث. فهنا أنا منطلي مثال قايل لي excuse me، أستميحك عذرا. What are you talking about، ما الذي تتحدث عن، أنت عن شنو تحكي. أنت اتصلت بواحد، قلت مثلا على سبيل المثال اتصلت بالمستشفى، مثل ما راح نجي نوضح بالمحادثة، اتصلت بالمستشفى قلت لهم معدة توجعني، تقول لك أنت منو، عن شنو تتحدث، ليش أنت متصل بينا. فأنت لازم بداية توضح له. وراها يقول لك do، افعل هذا الشيء. شنو الشيء؟ think about what you want to say before you make the call، فكر فيما تريد قوله قبل عمل الاتصال. احنا قبل ما نسوي الاتصال انا ارتب افكاري، الاشياء اللي راح اذكرها، الاشياء اللي راح اقولها لهذا المتصل، الى اخره. don't، لا تقول، لا تفعل. شنو؟ don't waste time trying to think of things as you speak. شو انا ايش يقول لي؟ يقول لي انت ما يصير تضيع وقتك بالتفكير فيما تريد قوله أثناء الاتصال. أنت قبل ما تسوي الاتصال فكر شو اللي تريد تقوله، شو الأسئلة اللي تريد تسألها لهذا الشخص اللي تتصل به، يلا تسوي الاتصال، مو أثناء الاتصال تفكر شنو المفروض تسوي. فهنا أنا هم منطني مثال Can you start again please، هل يمكنك أن تعيد، رجاء تعيد ما قلته، لأن بعد ما مرتب أفكاره. Do، هذا الشيء لازم تفعله. شنو؟ Speak slowly and clearly، تحدث ببطء وبوضوح. Remember that the other person can't see you، وتذكر بأن هذا الشخص الآخر لا يمكن أن يراك، ماذا يشوفك، فبالتالي بما أن ماذا يشوفك ماذا يقدر يوضح أو ما تقدر توضح له،
إذا ما كان صوتك واضح وكلامك بطيء ومفهوم. وراها لا تفعل هذا الشيء. شنو؟ Don't speak too fast. لا تتحدث بشكل سريع. Even if you are nervous. حتى وإن كنت قلقاً متوتراً. إذن بالبداية بنطلق نصائح عن عمل الاتصال. هو بالنسبة للدرس اسمه telephone calls أو making telephone calls. عمل اتصالات هاتفية. فأنت لما تتصل بشخص ما تعرفه مثل ما راح نجي نوضح بالمحادثة القادمة لازم إذن الأمور تراعيها. الأشياء المفروض تسويها والأشياء المفروض ما تسويها. هذا مجرد مقدمة للدرس بملاحظة أنه الكلمات اللي باللون الأخضر هذه أوامر والكلمات اللي باللون الأحمر هذه نواهي. شنو يعني نواهي؟ أشياء لا تفعلها. فإذا أريد أأمر شخص معين مثلا أقول له open the door، افتح الباب. open هو فعل مجرد، إذا بديت كلامي فعل مجرد هذا راح يكون جملة أمر. فالopen معناها يفتح. لما أقول له open the door أقول له افتح الباب، صارت جملة أمرية، صار الفعل أوتوماتيكيا فعل أمر. هذه إذا كانت جملة أمر. إذا جملة نهي، أنا ما أريدك تسوي فلان شيء، إيش أقول بالبداية؟ لازم أقول don't زائد الفعل المجرد. مثل شنو؟ أقول لك don't speak fast، لا تتحدث بسرعة. هذا سويت لك أو أعطيتك نهي عن أن تتحدث بسرعة. لازم ما تحكي بسرعة أثناء عمل الاتصال. هذا مجرد ملاحظة إحنا ناخذها بسادس ابتدائي وغير الامتحان التحريري والامتحان الشفوي. مجرد أعرف أن تركيبة الجملة الأمرية تبدأ بفعل مجرد، وتركيبة الجملة اللي تنهي تبدأ بدونت أو نبا. وراها شيء يقول لي، يقول لي أنس has stomach ache. شوف هنا أنا شيء يقول لي، يقول لي أنس عنده stomach ache. تعرفون stomach ache معناها ألم معدة. He needs to see a doctor، ويحتاج إلى رؤية الطبيب. He rings the medical center to make an appointment، اتصل بالمركز الصحي لكي يحجز أو لكي يعمل appointment، لقاء مع الدكتور أو حجز مع الدكتور. هسه هنا أنا منطيني مقدمة، بما أنه راح يتصل بالمركز الطبي إذن لازم يتبع الخطوات اللي قلناها قبل دقائق، باعتبار هو الشخص اللي راح يتصل به شخص غير معروف. وراها شي قل لي، قل لي listen to Anas on the telephone and look at Suzanne's advice. استمع إلى أنس وهو دي يسوي هاي المكالمة، وارجع انتبه للنصائح اللي قلناها قبل دقيقة. شو طلب من عندي؟ يقول لي What does he do wrong؟ ما الذي فعله بشكل خاطئ؟ إذا اتصل للمركز الطبي ودار حديث بالمركز الطبي بين أنس وبين الريسبشنست اللي هو الشخص اللي يستقبل هاي المكالمات. أنس ارتكب بعض الأخطاء، يقول لك اقرأ هذه المحادثة أو استمع للأستاذ وهو يقرأ هذه المحادثة وشوف لوين الأخطاء اللي وقع بها حسب الملاحظات اللي قلناها قبل دقيقة. نجي نقرأ المحادثة. إيش يقول بالبداية؟ ريسبشنست هو الشخص اللي يتلقى المكالمة. إيش قال له؟ قال له بغداد ميديكال سنتر، هاو كان اي هيلب يو، معك مركز بغداد الطبي، كيف يمكنني أن أساعدك؟ إيش قال أنس؟ قال ماي ستومك. هاي الكلمة دليل على أن يتألم. معدتي قام يصيح إنه أنا معدتي توجعني. فالريسبشنست ما فهمت شنو الفيلم. قالت له هولد أون، اصبر أو انتظر قليلاً. Who is speaking please؟ من الذي يتحدث؟ أنت بالبداية جيتني قلت لي معدتي تصيح أو تتألم وتقول معدتي. أول شيء غير أعرف إنه أنت من بدأ يتحدث وياي. ثانياً غير أعرف على شنو أنت جاي باتصالك أو على شنو أنت طالب المركز الصحي. فأنس إيش قال؟ قال Oh yes I am sorry my name is Anas. أنا آسف. قالها صحيح أنا ما نسيت أقول لك اسمي. أنا آسف أنا اسمي أنس. And it really hurts، وهي جدا تؤلمني. أوقف شنو تؤلمك؟ تشوفون الأخطاء اللي وقع بها أنس بالبداية. أول ما قال اسمه، هذا أول خطأ وقع به. ثانيا ما قال على شنو بتصل، فقال it really hurts، إنها تؤلمني. شنو اللي يؤلمك بالضبط؟ فقالت لك excuse me، أستميحك عذرا. What are you talking about؟ ما الذي تتحدث عن؟ What hurts؟ ما الذي يؤلمك؟ My stomach. I have a bad stomach ache. قالها معدتي. لدي ألم معدة قوي. Oh, okay. Are you registered at the medical center؟ قالت لها حسنا. هل أنت مسجل؟ انتبه، registered معناها مسجل. هل أنت مسجل at the medical center، في المركز الصحي مالتنا؟ قالها I don't know. أنا لا أعلم. I need to see a doctor. أنا فقط أحتاج لرؤية طبيب. هذا الخطأ الثالث اللي وقع بيه أنس. أنت شلون ما تعرف إنه إذا أنت مسجل بهذا المركز لا مسجل؟ إذا ما تعرف شلون اتصلت؟ غير من البداية تعرف إن أنت المركز اللي متصل عليه مسجل يمه ما مسجل، لأن أكيد راح يسألوك هاي الأسئلة.
فبالتالي ما يصير وقت المحادثة أطول مثل ما أنطانا بالنصائح. What is your family name؟ ما هو اسم عائلتك؟ هذا الخطأ الرابع. هو قال لهم أنا اسمي أنس وما قال لهم اسم عائلته. What's your family name؟ أو اسم والده. ما هو اسم عائلتك أو ما هو اسم والدك؟ I can check to see if you are registered. قلت له ما يخالف، أنت ما قلت لي إذا أنت مسجل أو ما تعرف إذا أنت مسجل يمن ولا ما مسجل. زين انطيني اسم عائلتك خلينا نشوف إن أنت مسجل يمن ولا ما مسجل، أنا أقدر أشوف. فإيش رد عليها عبد الله؟ قالها أنا اسمي أنس عبد الله، إذا اسم عائلته عبد الله. قلت له I'm sorry. Could you repeat that please؟ هل يمكنك أن تعيد ذلك رجاءً؟ هذا الخطأ الخامس اللي وقع به أنس. قالها بطريقة غير واضحة، قالها بطريقة سريعة. هو كاتب لي muffled. muffled معناها قالها وهو يتألم، يتألم من ألم معدته، فما قالها بصوت واضح أو ما وضح لي بصوت واضح. قالها عبد الله، أنس عبد الله، وضح لي إياه. قالت له can you spell that please؟ يجوز هي ما تعرف شلون ينكتب عبد الله باللغة الإنجليزية. فقالت له تقدر ترد لي الحروف مال عبد الله؟ فقالها A B D U L L A H، وضح لي إياه. قالت له أوكي يس يو آر ريجستر، نعم أنت مسجل، مسجل في هذا المركز الطبي أو الصحي. How long has your stomach been hurting؟ شوف هنا إيش راح تقول له؟ تقول له إيش قد صار لها معدتك توجعك؟ فإيش قال لها؟ For days now I can't remember. قالها لعدة أيام، طبعا هاي فور معناها لي مو معناها فور أربعة أيام، لا for days now لعدة أيام. I can't remember، لا أستطيع أن أتذكر. Since Tuesday، منذ الثلاثاء. No since Monday، أو كلا منذ الاثنين. يعني هذا الخطأ السادس اللي وقع بي أنس، هو ما مجهز للاتصال. فقالها يمكن الثلاثاء يمكن الاثنين. سألتك سؤال، أنت شو وقت بدأت توجعك معدتك؟ لازم يكون إجابتك دقيقة. فهذه من الأخطاء اللي وقع بيها أنس. After my dinner، بعد العشاء. قلت له okay so for three days right. قلت له إذن صار لك ثلاثة أيام صحيح. When can you come to see the doctor؟ قلت له زين أنت شو وقت تقدر تجي تشوف الطبيب؟ على مود أقدر أحجز لك هذه المقابلة أو هذا الحجز. I can come anytime. Well actually I can't come until my mom gets home so she can drive me. شوف هذا الخطأ السابع اللي وقع به أنس. إيش قالها؟ قالها أنا أقدر أجي بأي وقت. بعدين وقف قال لا أنا مو بكل وقت أقدر أجي، ما أقدر أجي لحد ما أمي تقدر تجي توصلني بالسيارة مالتها. إذا نطاها جوابا بلحظة واحدة يتحدث سريع مرتبك إلى آخره. فهاي الأخطاء بدي وقع بيها. قالت له and what time is that؟ قالت زين إيش وقت يعني ساعة بيش تجي أمك أنا ما تقدر توصلك؟ قالها 4 o'clock ساعة بالأربعة. قالت له okay I have an appointment at 4:30. قالت له ماكو مشكلة عندي موعد أو أقدر أحجز لك موعد ساعة بالأربعة ونص. Will that be okay؟ هل ذلك سوف يكون مناسب لك؟ قالت له yes. قالها yes thank you that would be great. قالها نعم شكرا لك سوف يكون ذلك عظيما إذا حجزتي لي بهذا الموعد. Okay we'll see you at 4:30. قالت له حسنا سوف نراك في الساعة الرابعة والنصف. Thanks bye شكرا لك إلى اللقاء. إذا من خلال هذا المقطع الصوتي اللي يعقل الأستاذ داخل الصف أو من خلال استماعك للأستاذ وهو يقرأ هذه المحادثة، أنت لازم تحدد الأخطاء اللي وقع بيها أنس مثل ما حددناها إحنا. يسألها الأستاذ بطريقة شفوية بداخل الصف. وراها يقول لك some things you can say، بعض الأشياء التي يمكنك قولها. مثلا أنس عبد الله، شوف هنا أنا بيصحح لي الأخطاء اللي وقع بيها أنس. أنس أول ما اتصل إيش قال؟ قال معدتي توجعني، ما وضح لها إنه اسمه أنس. فش المفروض شلون يوضح لها؟ لازم تقول له أنس عبد الله أزهر، معكم أنس عبد الله. أقدر أبدل اتصال، معكم أستاذ طه، معكم أستاذ أنس، معكم فلان إلى آخره. أنس عبد الله سبيكين، الذي يتحدث معك هو أنس عبد الله. هاي طريقة اللي تصحح بها الأخطاء. يقول لك some things you can hear، أشياء يمكنك سماعها. هاي أشياء المفروض تقولها. الأشياء اللي أنت ممكن راح تسمعها إذا سويت اتصال. I'm sorry could you repeat that please. شو معناها؟ قلت له أنا آسفة، هل يمكنك أن تعيد ذلك رجاء؟ لما الواحد يقول لك could you repeat that معناها أنت هو ما سمعك بشكل جيد، لازم تعيد الكلام مالتك. لحد الآن لأن كلها أنشطة صفية غير مهم الامتحان التحرير والامتحان الشفوي، لاحظنا أنه من خلال مقطع صوتي نتعرف على الأخطاء اللي ارتكبها هذا الشخص اللي اسمه أنس عبد الله وتصححها أو صحح لي إياها من خلال كتاب الطالب. الآن ننتقل لكتاب النشاط. شو يقول لي بالتمرين رقم واحد؟ يقول لي listen to Anas making an appointment. استمع إلى أنس وهو يعمل
الابوينتمنت موعد او حجز لطبيب. This time he is following Suzanne's advice. انتبه لي، يقول لك بس هالمرة التزم بالنصائح اللي سوتها إلى سوزان. فش قال؟ write notes، اكتب ملاحظات، جاوبنا على هاي الأسئلة. نفس الطريقة نقرأ المحادثة نفهمها نشوف شلون حسن أنس من اتصاله، وراها نعرف شو المطلوب من هذا التمرين. بالبداية شو يقول؟ receptionist، الشخص اللي يرد على المكالمة. نفس الطريقة بغداد medical center، how can I help you، معكم مركز بغداد الطبي، كيف يمكنني أن أساعدك؟ قالت لها hi my name is Anas Abdullah, I need to book for appointment to see a doctor, I have a stomachache. شوف هنا اختصر كل الكلام كله بجملة واحدة، قالها hi مرحبا my name is Anas Abdullah، اسمي أنس عبدالله. إذا افتهمت إنه هذا الشخص اسمه أنس عبدالله. I need to book، أحتاج لأن أحجز appointment، موعد مقابلة حجز، to see a doctor، لكي أرى طبيب، I have a stomachache، لدي ألم معدة. هسه هذه اللي ردت عليها عرفت هذا الشخص منه وش يريد بالضبط وشنو مشكلته، كلهن قالهن بجملة واحدة بدون ما مثل قبل شوية يوقع بأخطاء. وراها قالت له okay are you registered with us Anas، قالت له حسنا هل أنت مسجل لدينا يا أنس، قالها yes I've been before my family's name is Abdullah، قالها نعم لقد جئت سابقا واسم عائلتي هي عبد الله، قالت له could you spell that please، تقدر ترد لي الحروف مال كلمة عبد الله، قالها yes of course، نفس الطريقة ردت الحروف thanks how long have you had your stomachache، سألت نفس السؤال، قالت له ايش قصار لك عندك ألم معدة، رح يجاوبها جواب دقيق around 3 days now، حوالي 3 أيام إلى الآن، يعني أنا صارت 3 أيام مريض بهذا الاستومكيك ألم المعدة. قالت له okay you would better come in today، قالت له حسنا من الأفضل لك أن تأتي اليوم. when would you like to an appointment، متى تريد هذه الموعد الحجز مالتك، قالت له أنت، قالها anytime after 4، شوفوا شلون جوابها دقيق، قالها أي وقت بعد الساعة 4 ماكو مشكلة. please رجاءا I have an appointment at 4:30. Would you be okay؟ قالت له أنا عندي موعد فارغ يوم الساعة 4:30. هل ذلك مناسب لك؟ Yes, thank you. See you at 4:30. شكرا لك، سوف أراك في الساعة 4:30. شوفوا حتى المحادثة ما أخذت وقت طويل. مو مثل ذيك المحادثة. ذيك المحادثة كانت كبيرة جدا. ليش؟ لأن أنس ما مرتب الكلام مالته. فهنا رتب الكلام مالته. المحادثة صارت قليلة والأخطاء قليلة. فبالتالي عرف هذا الشخص اللي متصل به شنو اسمه شنو رايه شنو مشكلته الى اخره. هسه هنا شو يقول؟ جاوبنا على هاي الاسئله. What is Anas family's name، ما هو اسم عائله انس؟ ذكرنا انه اسم عائله انس هو اللي كان هي عبد الله، فاكتب زين اللي بعدها. What does he want to do، ماذا يريد، شنو اللي يريده انس؟ ذكرنا بالمقطع النصي أو بالمحادثة أن يريد يسوي appointment، قلنا شنو معنى appointment؟ يعني مقابلة أو حجز يم الدكتور. book نانا book مو معناها كتاب، معناها يحجز، يريد أن يحجز book an appointment، appointment معناها حجز أو مقابلة، مقابلة الدكتور. what is wrong with him، ما المشكلة، ما مشكلة أنس، شنو مشكلته؟ بالبداية وضحها، قالها I have a stomachache، لدي ألم معدة، فأقول he has a stomachache، ألم معدة، خذناها بسادس ابتدائي. how long has he been ill، منذ متى وهو مريض، صار لك قد مرض المريض أو بمرض المعدة أو بألم المعدة، قالها أنا صار لك 3 أيام، فأقول له إن أنا وضح لي إياها around 3 days now، فأكتب له 3 days now، 3 أيام حتى الآن. when will he see the doctor، متى سوف يرى الدكتور أو شو وقت صار في الموعد المقابلة مالته، أقول at 4:30 الساعة 4:30. هذا ما يخص من الرقم 1، هذا التمرين فقط كتحضير يومي. أما الأستاذ يعلق المقطع الصوتي ويخلي الطلاب ينتبهون إلى هذا المقطع الصوتي ويحاولون يجاوبون على هاي الأسئلة، أو هو الأستاذ يقرأ هذا المحادثة بداخل الصف الطلاب يستمعوا له ويقدرون يجاوبون على هاي الأسئلة من خلال المقطع الصوتي. احنا نعيد ونكرر لعدم توفر المقاطع الصوتية، احنا ما طلعنا
المقطع الصوتي لان المنهج جديد. تمرين رقم 2 شو يقول لي؟ يقول لي read the receptionist questions، اقرا اسئله هذا الشخص اللي ردت الريسبشنست مضيفه الاستقبال. write possible answers، واكتب اجابات محتمله. who is speaking، من المتصل؟ please رجاء ايش قال لها؟ قالها my name is انس عبد الله. شوفنا انا احنا قرينا المحادثه وافتهمناها. فلما سالته قالت له من المتصل؟ قالها my name is انس عبد الله، انا اسمي انس عبد الله. could you spell that please، هل يمكنك ان تتهجأ او تعدد الحروف الخاصه بهذا الاسم؟ فاكتب لي الحروف مال كلمه عبد الله او انس عبد الله. a b d u l l a h، اكتب له نفس كلمه عبد الله لكن الحروف متقطعه اوضح له انه انا دا اطيل حروف بشكل عام. are you registered at the medical center، هل انت مسجل لدينا في المركز الصحي؟ yes، قال لها yes i am، نعم انا مسجل. what is the problem، ما المشكله؟ i have stomach ache، لدي ألم معدة. أنا دارد عليه باعتباري أنس عبد الله. how long has your stomach been hurting، منذ متى تؤلمك معدتك؟ أقول له 3 days now، صار لها 3 أيام. when can you come to see the doctor، متى يمكنك أن تأتي لرؤية الطبيب؟ أقول لها after 4 o'clock، بعد الساعة الرابعة إلى آخره. هذا كل ما يخص التمرين رقم 2، كذلك نفس الطريقة من خلال المقطع الصوتي اللي افتهموه بالمحادثة بداخل الصف بين أنس عبد الله والمضيفة اللي تشتغل بالمركز الصحي، قدرنا نجاوب على هاي الأسئلة المتعلقة بها. إذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم 3 شو يقول لي؟ يقول لي have a telephone conversation، سوي لي أو اعمل لي محادثة هاتفية. choose one of the topics below، باختيار أحد المواضيع التالية. or choose one of your own، أو اختار موضوع من عندك أنت. منطيني عدة مواضيع، يقول لك تخيل نفسك، طبعا هو بالفقرة اللي بعدها أو بالأخير موضح لي، يقول لي decide on a topic together and make some notes before you begin، سوي أو قرر الموضوع اللي راح تحكي وياه زميلك، لأن أنت راح يصير محادثة داخل الصف. أنا عودكم سابقا أنه هذا أو هذه علامة دليل على أن المحادثة داخل الصف بين طلاب 2، فالأستاذ راح يختار طلاب 2 يقول لهم اختاروا لي أحد هذه المواضيع وسووا لي محادثة بيناتكم. تخيلوا أن واحد ما يعرف الثاني، واحد متصل بالثاني، فشلون راح تكون المحادثة داخل الصف؟ أول شيء اختار الموضوع، ثانيا شو يقول لي؟ يقول لي sit back to back، اجلس واحد بظهر الثاني so that you can't see each other، حيث لا يمكن لأحد أن يرى الطالب الآخر. try to follow Suzanne's advice to a student's book or in a student's book، حاول تتبع نصائح سوزان بداخل كتاب الطالب اللي اخذناها بدايه الدرس على مود تعمل هذه المحادثه. اذا الاستاذ يختار طلاب 2، الطلاب الاثنين يقرروا مثلا يقولون راح نحكي عن هذا الموضوع، يجون او يبدون الشخص الاول يسوي نفسه مثلا على سبيل المثال اختاروا موضوع you saw a dress on or a t-shirt on a shop، شفت فستان او تيشيرت عجبك في محل. find out if they still have it، اكتشف ما اذا كانوا لا زالوا يمتلكوه هذا المحل، ما زال عنده هذا التيشيرت. and how much is it او how much it is، ايش قد سعره. فتخيل نفسك واحد يتخيل نفسه ابو المحل، واحد يتخيل نفسه المشتري اللي يشتري هذا الدريس او هذا التيشيرت، ويسوون محادثه داخل الصف. فمثلا الطالب الاول يرد عليه يقول له مثلا بغداد مول از هير، هاو كان اي هيلب يو، معك مجمع بغداد، كيف يمكنني أن أساعدك؟ الطالب الآخر يقول لك كمثال Is the red t-shirt still available؟ هل لا زال التيشيرت الأحمر أو التيشيرت الأخضر الأزرق إلى آخره لا زال متاح، لا زال متوفر؟ مثلا يقول له Yes it is، نعم لا زال متوفر. How much is it، إيش قد سعره إلى آخره. فهنا الطلاب يتخيلون أنه يسوون محادثة داخل الصف باختيار أحد هذه المواضيع. كذلك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. قبل ما ننهي الدرس، احنا انا قلت لكم بالدرس السابق انه الان لازم اراجع لكم كل ازمنه او كل مواضيع المبني للمجهول مع المضارع، المبني للمجهول مع الماضي، والمبني للمجهول مع الكان، كلنا نسويه هنا في سبوره واحده، وكل واحده اخذ وياها فد مثال معين باعتبار احنا شرحناه بشكل مفصل بالدروس السابقه، على مود اقدر اخليهم كلهم قدامي
وأقدر أميز واحدة عن الأخرى، لأن هذا اللي راح أشرحه بعد دقائق إن شاء الله مهم بالدرس القادم، لأن الدرس القادم راح يجيب لك تمرين كامل بعدة جمل مبني المجهول، واحدة بالمضارع، واحدة بكان، واحدة بالماضي، فأنت لازم كطالب تميز كل واحدة عن الأخرى. خليكم ويانا بالدقائق القادمة راح نشرح إن شاء الله المبني المجهول مع كل لازمنا بشكل سريع. الآن مثل ما وضحت لكم إنه راح أشرح لكم الباسف مع الباست سيمبل مع الماضي البسيط والبريزنت سيمبل المضارع البسيط وقاعدة الكان. طلاب أنت كطالب لازم تميز أنا شو وقت أستخدم جملة المضارع البسيط، أو شو وقت أقول عن هذه الجملة مضارع بسيط، وشو وقت أقول عن هذه الجملة ماضي بسيط، وشو وقت أقول عن هذه الجملة جملة بقاعدة كان. على مود تقدر أنت من يجيب لك جملة بالامتحان أنت تعرف إنه هذه راح تحلها بالباسف، لكن يا زمن من أزمنة الباسف، الباسف with past simple المبني المجهول مع الماضي لو present مضارع لو كان. وكذلك عندنا تمرين إن شاء الله بالدرس القادم راح نشرحه منطيني جمل بكل الأزمنة، فأنت لازم تحدد كل زمن أو تميز بين كل زمن والآخر. فبالبداية منطيني أو إحنا نتبع الدلائل، أنا لازم شلون أميز بين الأزمنة من خلال الدلائل مالته. فأنت شلون تعرف أن الجملة مبسيط إذا لقيت بها أحد الدلائل التالية؟ شنو هي الدلائل اللي هي ago؟ احفظ وياي ago معناها مضت، مثلا two days ago قبل يومين مضت، أو yesterday، yesterday معناها البارحة. أنت مجرد تشوف كلمة yesterday تقول إن هاي الجملة ماضي بسيط. بعد وعد كلمة last، مثلا last year السنة الماضية، last week الأسبوع الماضي إلى آخره، أو انتبه لي، أو أي تاريخ بالماضي مثلا 1990 هذا زمن الماضي، 2001 هذا بالماضي، 2021 هذا بالماضي. هذني إذا شفتهم بالجملة أو إذا شفت أحدهم بالجملة أقول الجملة ماضي بسيط. طيب الآن عرفت أنه إذا لقيت ذني بالجملة أقول الجملة ماضي بسيط. زين شنو قاعدة الماضي البسيط؟ احنا لازم نتعلم، تعلمنا بالدرس السابق قلنا إذا جاب لي على سبيل المثال جملة وقال لي بين قوسين باسف، أعيد وأكرر، شنو يعني باسف؟ يعني مبني للمجهول. شنو قصده؟ قصده أنه هاي الجملة مبني للمعلوم أريدك تحول لي إياها إلى المبني المجهول. شنو مبني المجهول؟ باسف، باسف معناها مبني للمجهول. فأنت على أساس هذا المخطط عرفت أنه هاي الجملة معلوم لازم تحولها إلى المبني للمجهول. زين شنو قاعدة المبني للمعلوم أول شيء، بعدين أتعرف على قاعدة المبني للمجهول. أسألك أنت كطالب لحد الآن ما حافظ قاعدة الباست سيمبل الماضي البسيط؟ لا أستاذ، حافظها من الأول متوسط. شو تقول القاعدة؟ تقول فاعل، هذه قاعدة المبني للمعلوم، انتبه لي بس على مود أخذها على مود أميز بينها وبين المبني المجهول. هسه فاعل زائدا فعل ماضي، أوقف أستاذ، شنو ماضي؟ شرحناها أكثر من مرة. الفعل الماضي أما يحمل إيدي أو يكون فعلا شاذا زائدا مفعول به زائدا تكملة، هذه قاعدة المبني للمعلوم. زين أرد أحولها للمبني للمجهول، من يقول لي شنو الخطوات؟ سهلة، أولا نحذف الفاعل، ثانيا نضع المفعول به في بداية الجملة، هذا المفعول به أخلي بداية الجملة، زائدا بالماضي البسيط شي يجيني ورا المفعول به بالمبني المجهول، أما was أو were، هذا الواز وهذا الوير، شو وقت أخلي الواز إذا كان المفعول به مفرد، شو وقت أخلي الوير إذا كان المفعول به جنى، زائدا تصريف ثالث للفعل. وكذلك وضحنا شنو التصريف الثالث للفعل، أما يحمل إيدي أو شاد، وأخذنا جدول الشواذ، زائدا التكملة. ما أفتهم أستاذ، أعطيني مثال. على سبيل المثال إيش قال لي؟ قال لي سوها wrote a story yesterday. شنو معنى الجملة؟ سوها كتبت قصة البارحة. من هي اللي كتبت القصة؟ سوها. إذا الفاعل معلوم بالجملة. إيش قال لي بين قوسين؟ قال لي باسم. شنو يعني باسم؟ يعني مبني للمجهول. سهلة. شنو قاعدة المبني للمجهول؟ نحذف الفاعل ونقدم المفعول به بداية. أستاذ بس اصبر لي لحظة، خلني أتأكد إنه هاي الجملة اللي جايب إياها مبني للمعلوم. أتأكد براحتك. سهى هي الفاعل، wrote
هي الفعل الماضي مال يا فعل رايت زائد أستوري مفعول به. إذن فاعل فعل ماضي مفعول به، فاعل فعل ماضي مفعول به. زين استاذ انت قلت لي هسه مبني المجهول، انا ايش معرفني بها قاعده مبني المجهول؟ احنا ماخذين ثلاثه، مبني المجهول مع الماضي البسيط لو مع المضارع البسيط لو مع قاعده كان. ايش قلت لك؟ قلت لك باوع الدليل. شنو الدليل؟ يستدعي. هذا وين اليستدعي؟ بس شفته قلت الجمله مبني المجهول مع يا زمن مع زمن الماضي البسيط. اذا يا قاعده راح تطبق لي المبني للمجهول مع الماضي البسيط شو تقول؟ مفعول به. بس خلينا نتاكد، قلنا هذه فاعل، هذا فعل ماضي وهذا مفعول به. نضع المفعول به بالبدايه استوري، زائدا الستوري تاخذ وزن وير، تاخذ وزن لان مفرده، زائد تصريف ثالث للفعل روت. شنو رتن؟ انزل الرتن. زائد التكمله، شنو التكمله؟ يسترداي زائد النقطه. استاذ انت قلت لنا بالدرس السابق ان من الممكن ان ننزل الفاعل، تريد تنزله هذه خطوه اضافيه. اذا تريد تنزل الفاعل تكتب بالاخير باي زائدا الفاعل. شنو قلنا المبني المجهول؟ المبني المجهول هي الجمله التي يكون فاعلها غير معلوم. هسه سهى روت ستوري، سهى كتبت قصه، يا يعني من اللي كتب القصه؟ سهى. ستوري واز ريتن، كتبت القصه، من هو اللي كتب القصه؟ ما نعرف. هي الجمله التي يكون فاعلها غير معلوم او غير مهم الذكر. شنو يعني غير مهم الذكر؟ يعني ذكره بالنهايه. اقول باي سهى، القصه كتبت من قبل سهى. الفكره التركيز يصير على القصه مو على سهى، يصير التركيز على الحدث مو على الفاعل. هي الجمله التي يكون فاعلها غير معلوم او غير مهم الذكر. هذه مع الماضي البسيط. زين استاذ ويا المضارع البسيط، شلون اعرف الجمله مضارع بسيط؟ اذا لقيت ظروف التكرار، شنو ظروف التكرار؟ always، احفظ وياي sometimes، usually، never، و often. هذه ظروف التكرار اخذناها بالخامس والسادس والاول متوسط. جيد، لحد الان عرفنا ظروف التكرار. هذن اذا شفت بالجمله اقول الجمله بها زمن present simple مضارع بسيط، وبعد عندي كلمة every. شنو every؟ معناها كل، مثلا every day كل يوم، every week كل أسبوع. احنا قلنا المضارع البسيط يتحدث عن أحداث روتينية ومتكررة بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل. ما افتهمت. مثلا أقول I live in كربلاء، أنا أعيش في كربلاء. هذا الحدث حدث في الماضي، أنا كنت عايش في كربلاء، وبالحاضر أنا لازلت عايش في كربلاء، وبالمستقبل لا راح أظل عايش في كربلاء. إذن هذا المضارع البسيط يستخدم للتعبير عن احداث روتينيه ومتكرره او حقائق. زين اسالك شنو قاعده المضارع البسيط؟ المبني المعلوم. اعيد للمعلومه اول شيء ناخذ بعدين نحولها لمبني المجهول. شنو قاعده المبني المعلوم؟ فاعل زائدا فعل شبيه اما يحمل اس او فعل مجرد، وضحنا الفرق بيناتهم، زائدا مفعول به زائدا التكمله. هذه معلوم، حول ياها مجهول. شنو قاعدة مبني المجهول؟ نحذف الفاعل نضع المفعول به بالبداية، نفس الحكي. زائدا هنا أنا خلينا was where، هنا شنو نخلي؟ أما is أو are، زائد تصريف ثالث الفعل، زائد التكملة إلى نهاية الجملة. شلون أعرف المضارع بسيط؟ من خلال ذا النظر. على سبيل المثال يقول لي the reporter writes an article every day. شنو معناها؟ معناها الصحفي يكتب تقرير كل يوم. ايش قال لي بين قوسين؟ تعرفون شنو يقول لك؟ بعد ما يحتاج اذكرك اكثر من مره. باسل. شنو يعني باسل؟ يعني مبني للمجهول. يا بهاي الجمله اريدك تحول لي اياها مبني للمجهول. يعني هي معلوم، حول لي اياها مجهول. اتاكد انه هي معلوم، فاعل فعل يحمل اس، فاعل فعل يحمل اس مفعول به، مفعول به وتكمله، فاعل فعل باس مفعول به وتكمله. الجمله بها زمن استاذ، انا عرفت انه هذه مبني المجهول بس ما تاكدت يا زمن الجمله يا زمن اطبقها. باوالي ايش لقيت؟ افري دليل يا زمن.
دليل مضارع بسيط. قلت هذه احولها للمبني المجهول مال المضارع البسيط، مو احولها للمبني المجهول مال الماضي البسيط. ميزوا، لازم احول المبني المجهول مال المضارع البسيط. طبعا هو الاختلاف في ميمن فقط، هنا عز وعاء، هنا وز وعاء، كلش بسيط الاختلاف. فلازم تميز على مود يكون جوابك دقيق. اجي مضارع بسيط، شنو قاعده المضارع البسيط من المجهول؟ مفعول به، والمفعول به الارتكل. اقول ان ارتكل زائدا ياخذ اسم دعاء مفرد ياخذ اسم، زائد تصريف ثالث للفعل. الفعل شنو؟ رايتس. شنو التصريف الثالث مالته؟ ريتن. انتبه لي، ريتن تصريف ثالث، والماضي مالته روت. زائد التكمله، ايش بقت عند التكمله؟ افري داي. التقرير يكتب كل يوم. من هو اللي يكتب التقرير؟ ما اعرف، هي الجمله التي يكون فاعلها غير معلوم. زين، غير مهم الذكر، اخلي باي ذا ريبورتر. التقرير يكتب كل يوم من قبل الصحفي. من اللي كتبه؟ الصحفي. لكن غير مهم الذكر، خليته بنهايه الجمله. هذه الماضي البسيط، هذا المضارع البسيط. الان ننتقل لمن؟ للكان. استاذ شلون اعرف انه هذه يريد من عندي ان اطبق عليها قاعده كان؟ بها دلائل؟ لا، ما بها دلائل. مجرد تلقى كلمه كان، بمجرد ان تلقى كلمه كان تطبق المبني المجهول مع الكان. اولا نتعرف عليه، هذه القاعده المثبته. شو القاعده المثبته؟ فاعل زائد كان او كانت زائد فعل مجرد زائد مفعول به والتكمله. هسه حول ياها للمجهول، اسالك الى، تقدر تحولها؟ نفس الخطوات، ماكو فرق. نحذف الفاعل، ناخذ نضع المفعول به بداية، هذا المفعول به. هناك خليت واز وخليت وز وار، هنا شو نخلي؟ خلي كان بي او كانت بي زائد تصريف ثالث الفعل والتكمله. على سبيل المثال ايش قال لك؟ قال لك علي كان فيكس ذا كار. وش يقول لي بين قوسين؟ يقول لي باسل. شنو يعني باسل؟ يعني مبني المجهول كالعادة. أتأكد من زمن الجملة يا الله أجاحل. شو لقيت؟ لقيت كان. سهلة، بمجرد أن لقيت كان أقول المبني المجهول مع قاعدة الكان. شو تقول قاعدة الكان؟ مفعول به. أتأكد، خلينا نتأكد أنه هذه قاعدة كان. فاعل كان، فاعل كان زائد فعل مجرد، هذا فعل زائد ذكر مفعول به، مفعول به. اجا انزل المفعول به شنو؟ ذا كار زائد كان لو كانت، هو خالي كان. اذا اقول لك كان بي ذا كار، كان بي زائد تصريف ثالث للفعل فيكس. شنو فيكس؟ صارت الجمله. علي يمكنه ان يصلح السياره. من اللي يصلح السياره؟ علي. الجمله التي يكون فاعلها معلوم، معلوم. زين، السياره يمكن ان تصلح. من اللي يصلحها؟ ما اعرف، هي الجمله التي يكون فاعلها غير معلوم او غير مهم الذكر. هذا كل ما يخص موضوع المبني المجهول بشرح مبسط، بشرح سريع. أخذنا بالدروس السابقة شرح مفصل، وبهذا الدرس نأخذ الشرح البسيط أو مراجعة. أنا تعمدت أخليه الكل في صبورة واحدة، على مود شنو؟ على مود أنت كطالب تعرف تميز بين المبني المجهول مع الماضي، هذه دلالة. المبني المجهول مع المضارع، هذه دلالة. المبني المجهول مع الكان، هذا الدليل مالته. لأن بالدرس القادم مثل ما وضحت لكم اكو تمرين يجمع لك كل الحالات بتمرين واحد. فأنت كطالب وحتى بالامتحان أنت يجيب لك جملة فاسد من المجهول، ما يقول لك بيا زمن، أنت لازم تحدد زمن الجملة، تحددها من خلال هذه الملاحظات. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أن درس بسيط جدا اللي شرحناه بكتاب الطالب، كلنا أنشطة صفية غير امتحان التحليل وامتحان الشفوي. وقلت لكم أن نراجع المبني المجهول مع كل الأزمنة، هذه المراجعة أمامكم، حاولوا تكتبوها بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحليلي. ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلنا على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.